أقامت الهيئة العامة لمشفى العيون الجراحي الملتقى العلمي الأول لطب العيون في مدرجي مركز الدراسات الاستراتيجية الصحية بمجمع ابن النفيس الطبي. فكرة الملتقى اجت من الحاجة الدائمة لتطوير المعارف والخبرات وتعميقها، سواء للجيل الواعد اللي هلأ عم يبني خبرته ويكتسبها، أو للأخصائيين اللي مثلنا اللي هن محتاجين دائما يطلعوا على أحدث ما توصل إليه العلم. تميز الملتقى إجا من عدة محاور. المحور الأول أنه نحن عاملين جلسات زوم مستضيفين من خلال استشاريين سوريين هامين ولامعين من بريطانيا، من عمان، من الإمارات، من عدة أماكن. أيضا في ضيوف مستضيفينهم هن على مستوى هام بطب العيون بالعالم، مثل مثلا رئيس الجمعية العالمية لأمراض الزرق، رئيس مجلس طب العيون بالشرق الأوسط وأفريقيا، رئيس مجلس البورد العربي وبعض أعضاء البورد العربي. هدول أشخاص بيغنونا بخبراتهم، ومبدأ تبادل الخبرات بحد ذاته مبدأ كتير هام. هذا الملتقى هو مثل نسميه نحن نواة، نواة تحفيزية، لأنه يصير في عنا ملتقيات أخرى بمشافي التشرين ومشافي وزارة التعليم العالي، مشان نحن دائما نكون بمستوى تطوير الأطباء المقيمين والأخصائيين بشكل عام، ورفع سوية العمليات الجراحية والتعليم بشكل عام. المؤتمر كتير كان يعني متنوع. أنا كنت محاضراتي وشغلي بالقرنية المخروطية. المؤتمر أهميته من قوته العلمية الحقيقة والمشاركة والحداثة بالمواضيع المطروحة. الأطباء المشاركون في الملتقى قدموا مجموعة من المحاضرات والجلسات العلمية حول أمراض الشبكية والقرنية والزرق ومستجدات العلاج والتشخيص السريرية والجراحية. هاللقاء كان فرصة كتير كبيرة إلنا بعد فترة الانقطاع الطويلة بسبب الكورونا وبسبب الحصار، يعني فترة عانينا منها بشكل كتير كبير، كانت لقاءاتنا كتير أونلاين كتير محصورة، فأجت هالفرصة هاي بوضع لقاء جماعي مثل أيام زمان. يعني تم التحضير له بشكل كتير جيد، كانت المحاضرات والعناوين واللقاءات منتقات بعناية في عدة محاور شملت معظم الاختصاصات الفرعية بالعيون. في كتير أمور جديدة بالإضافة لبعض المحاضرات الموجودة أونلاين من قبل أخصائيين خارجيين. يعني ففكرة التواصل بعد حوالي سنة ونص من الانقطاع تقريبا كانت فكرة عظيمة، حتى تفاجأنا بحسن التجهيز والتحضير، جودة المحاضرات، يعني كان كل الناس عندها انتفاع لحتى ترجع تقدم شيء جديد بعد كل هالانقطاع. دائما اللقاءات اللي عم نقوم فيها على مستوى أطباء العيون بكل سوريا، سواء عن طريق مشافي وزارة الصحة أو مشافي وزارة التعليم العالي، أو حتى أحيانا اللقاءات كمان اللي بتصير والمؤتمرات اللي بتصير عن طريق الجمعية السورية لأطباء العين، هي هدفها دائما التقاء أطباء العيون من كافة أنحاء المحافظات السورية لتبادل الخبرات العلمية بين بعض، بالإضافة إلى محاضرات بتكون من دول خارج سوريا لأطباء سوريين أو غير سوريين، عرب أو أطباء بدول أوروبية. أيضا الهدف منها هو الاطلاع على أحدث ما تطور إله العلم على مستوى طب العيون لرفع السوية العلمية بطب العيون ببلدنا سوريا والارتقاء فيه نحو الأفضل بشكل دائم إن شاء الله. الملتقى فرصة لتبادل الخبرات المحلية والخارجية والاطلاع على التقنيات المتجددة والتكنولوجيا والتكنيكات الجراحية في طب العيون.